الكباسر الاساسي قيسنا اعطينا 300. خلص هون هاي 300 انه معناتها الفيوز سليم، البريدج سليم، كل هالمسائل سليمه. لو نجي على الخرج، هاي الخرج عباره في عندنا 2 بيودير. هون لاحظ هون مستخدمين البيودير اللي بتيجي مزدوجه. هذا واحد بالعادي بيعطيني 12. هلا هون ما تنسى ارضي اخذته من ياسر الحديد الفرد. لاحظ صفر تاني تمام صفر. فيني قيس هون، خلينا نوصل للروح ليك. هون دائرة التقطيع محلوقة، هاي دائرة التقطيع عندي على الطرف الخامس. هيدا هون 1 2 3 4 5. هيدي هون الخامس اللي هون، هيدا الـ VCC. هل واصل 14 فولت ولا لا؟ هيدا كله مقطوع، كله رايح صح. شوف هيدا الكباستر هون تبع الـ VCC. هيدا طبعا هيدا منين بيجي؟ للملف السنوي الاكسبي اللي يعطيك هون تقريبا 14 فولت، 8 ل 14 فولت. لنقلب للميل الثاني. هون لاحظ حطيت لك زائد ونقص. لاحظ ما في، لا لانه ما صار في تقطيع، يعني اختفى التقطيع كليا من ورا. طبعا الموسفت اذا بدك هون الموسفت، اذا حطيت هون بدي احط هون 1000 دي سي. البارد من الكباستر طبيعه الحال هون 300. اخر 300. طيب على هون لاحظ 300 وين ماشي؟ كيف؟ يعني عامل هون لانه هيدي خلص مضروب. شو؟ صح. انا عامل شو؟ هلا هون بدنا نغير شو؟ بدنا نغير الموسفيت، بدنا نغير هول المقاومات يلي مالطوشين. انتبهت كيف؟